حياكم الله مشاهدينا من جديد، يا مرحبا بكم ويانا في مهرجان شارقة القرائي للطفل في نسخته 9، والذي يحمل شعار اكتشف عن قرب من خلال مجموعة كبيرة أكيد من الفعاليات. مشاهدينا، بين فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل يجد براعم المستقبل والأطفال العديد من الورش التي تجمع ما بين التعلم والترفيه والتسلية بأسلوب مفعم بالمتعة والمرح. فن النطق أحد الورش التي نظمها المهرجان بالتعاون مع مكتبة الشارقة، وتهدف إلى تدريب الطفل على مهارات النطق السليم للحروف والكلمات بقالب مشوق. الحديث مشاهدينا أكثر حول الورشة، يسعدنا أن نرحب بالأستاذة دانيا بن خضرة، أستاذة أو اختصاصية في تقويم النطق واللغة. صباح خير، حياك الله. أهلا، صباح النور. أهلا صباح فيك. خير، أهلا، يسلمك عافيك. بداية، لو نتكلم عن أهمية مهرجان الشارقة القرائي للطفل في مسألة توفير منصة تعليمية وترفيهية في نفس الوقت والارتقاء بالطفل بشكل عام. بالبداية بشكركم على الاستضافة. أنا تقريبا صار لي 4 سنين مواكبة للمهرجان، بزور يعني تقريبا من 4 سنوات. المهرجان أصبح مثل هو مشروع ثقافي متكامل، ما يقتصر بس على معرض للكتاب أو بس مكان لبيع الكتب لأطفال أو شيء. أصبح مكان الفعاليات المتنوعة، فعاليات متنوعة بكل شيء، يعني يكون في فعاليات علمية، فعاليات ثقافية، فعاليات ترفيهية. فأصبح منصة للعائلة كلها، مو بس للطفل، يعني مو بس الأطفال هم اللي بيزوروا هذا المعرض، العائلة كلها عم تيجي. الفعاليات متنوعة بحيث أنه حتى مو بس الطفل الصغير بيقدر يستفيد منها، لا حتى لو كان أكبر سنا، خاصة أنه عم يكون حتى في المعرض المساند للمعرض الكتاب أحيانا مثل معرض عبر الدماغ. في السنوات اللي قبل كان ديناصورات وإلى آخره من المعارض اللي عم تكون مواكبة مع المهرجان، معرض رسوم كتب الأطفال. فهي كلها يعني كل الأسرة ممكن تستفيد منها، مو بس الطفل. وهذا بأكيد بيعكس الرؤية الحكيمة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة. نعم، إذا ما متكلم عن فن النطق اليوم، لو نتحدث شوي عن هذه الورشة وطريقتكم في مسألة تعليم الطفل طريقة النطق الصحيح، يعني شدنا الموضوع الحقيقي. يعني في هناك احنا نشاهد احيانا على وسائل التواصل طرق كثيرة، لكن من اهم هذه الطرق اللي تستخدمونها في الورشة. أوكي. هلأ الورشة كانت بعنوان فن النطق، استهدفت عدة نقاط. أول شيء كان هدفنا هو تنمية وعي الطفل بالعناصر الأساسية اللي تتكون منها الكلمة. مثلا كيف ممكن نقسم الكلمة لمقاطع، كيف ممكن نعرف بداية الكلمة ونهايتها، كيف ممكن يعرف الطفل انه هالكلمتين معينتين بيشبهوا بعض بالصوت الاول ولا الاخير. هلا لما نحكي كلمه صوت هي نفسها بنعبر عنه كتابيا بالحرف، يعني هو نفسه بس بنسميه احنا قبل ما نكتبه هو صوت. كمان استهدفنا انه الطفل يميز اذا الكلمتين يشبهوا بعض بالنغمه، مثلا مثل فرس جرس، كلمات متشابهة بالنغمة. وكان هدفنا الأخير أنه نعطي حروف منفصلة وللطفل يقدر يكون منها كلمة إلها معنى. جميل. فهي النقاط اللي استهدفناها ضمن الورشة. جميل. بالنسبة أستاذة دانيا للفئات المستهدفة، اليوم الكثير من الفعاليات، الكثير من الورش، البرامج الهادفة الممتعة والمسلية والتعليمية في نفس الوقت تستهدف فئات عمرية مختلفة. أما بالنسبة لهذه الورشة، الورشة استهدفت فئة عمرية بين 5 لـ 7 سنوات. احنا اخترنا هاي الفئه لانه تقريبا بيكون الطفل بهاي الاعمار اكتسب تقريبا 80-90% من الاصوات اللغويه، صار تقريبا كل معظم الاصوات اكتسبها. هو كمان عم يتحضر لمرحله القراءه كمان، لانه الوعي بهاي الاشياء اللي استهدفناها اللي بنسميه تحت مصطلح وعي فونولوجي، هو بياثر بشكل كبير على القراءه. كل ما كان عنده وعي بهذه الامور اللي حكيناها، كل ما كان هو جاهز للقراءه.
فاستهدفنا هاي الفئة من 5 إلى 7. هلا كان يمكن أفضل شيء هو 5، بس إحنا كنا مرنين شوي لأنه بما إنه المهرجان بيستقبل يعني مثل العينة واسعة من الأطفال، فكنا مرنين استهدفنا من 5 إلى 7. نعم. كيف وجدتم الإقبال اليوم وتأثير اليوم الطلبة والطالبات عندكم داخل الورشة، وهل فعلا يعني كثير من الأطفال يعانون من مشاكل النطق؟ تمام. هلا أول شيء إحنا الفئة اللي استهدفناها هي ما فئة عندها مشاكل. نعم. إحنا استهدفنا الفئة العادية. نعم. اللي لسه هلا عم تحضر حالها لمرحلة القراءة. الحمد لله كان في إقبال من المدارس، وحتى مساء كان هو الورشة تمت على فترتين صباحية ومسائية. حتى الصبح لأنه كان في كثير مدارس فاستهدفنا مجموعتين، يعني عملنا مثل ورشتين صباحا وورشة مساء. الحمد لله كان في إقبال. وكمان احنا خلال يعني حتى لما كنا عم نعطي الأهداف كنا عم نركز انه نرجع نحكي الأصوات او الحروف طريقة صحيحة لحتى الطفل يكتسب تماما كيف النطق الصحيح. فهي تقريبا الفئة من 5 إلى 7. كان الإقبال كان كان في، وحتى المشاركة كان معظم أطفال حابين يشاركوا بالأسئلة وهي. حتى اللي أطفال اللي ما كانوا عم يشاركوا احنا كنا نحفزهم انه لا نسألهم فورا ونتكلم نحن عن ورشة فن النطق. لو نتكلم عن النطق بشكل أوسع، كيف ممكن أو شو التحديات اللي ممكن أن تواجه الأطفال في مسألة بداية النطق؟ تمام. هلأ تقريبا أول ما الطفل بلش يتكلم هلأ ممكن يكون عنده بعض المشاكل اللي هي بتكون طبيعية بالنسبة لعمره، يعني من عمر 2 تقريبا 3 سنين 4 سنين في مشاكل بنقبلها بتكون طبيعية، مثلا مثل مشكلة الحذف الإبدال، يعني حذف إنه بحذف أول حرف أو آخر حرف من الكلمة، إبدال إنه ببدل حرف بدل حرف، أو مثلا تشويه بيقول الصوت بس بيقوله بطريقة خطأ. فهي مشاكل بنقبلها بعمر صغير، بس لكن بعد مثلا عمر 4 سنين أو 5 سنين لا ما بنقبلها، فبتكون بدها تدخل وقتها. تقريبا هاي هي المشاكل. نعم. إذا ما بتكلم عن مشاركاتكم طوال العام خارج مهرجان الشارقة القرائي للطفل، هل هناك مثلا مركز معين ولا مثلا في مكان معين قد مثلا أي شخص يحتاج مثلا أن ينمي قدرات أطفالهم، كيف يقدر يتواصل معكم؟ هلا تقريبا في يعني في ممكن خلال عيادات او احيانا او يعني في كثير هلا صار مراكز يعني متعدده للنطق وهي، فاي بيقدروا الاهل اذا عندهم اي مشاكل انه يعني يعملوا سيرش اي سيرش بسيط بيقدروا يلاقوا. جميل. نحن نبغى نعرف ندخل في الورشه اكثر ونعرف تفاصيل عن الورشه اكثر. شو الاساليب او هل هناك اساليب معينه او اليه معينه اعتمدتوها من خلال هذه الورشه؟ تمام. هلا تقريبا كل هدف استهدفناه بالورشة كان له طريقة. نعم. مثلا كيفية انه يفهم الطفل مقاطع الكلمة، كيف الكلمة تكون من مقاطع، مقطعين او 3. استخدمنا فيها اسلوب تركيب المكعبات الليجو، بما انه هي اصلا من الالعاب محببة للطفل. نعم. والكلمة هي اصلا بناء، فاستهدفنا الليجو انه احنا عم نبني بناء وعم نبني كلمه. حسب مثلا قطعنا الكلمه مقطعين، فاذا عم نبني بلوكين، عم نبني 3 مقاطع 3 بلوكات، فهي مثلا المقاطع. انه العنصر او الهدف الثاني انه يفهم الطفل او يحدد شو الصوت الاول والصوت الاخير اللي عم يسمعه بالكلمه. استعملنا صور بدون ما يكون مكتوب عليها كلمه، لانه انا بدي ينمي التمييز السمعي عند الطفل، مو بس يعتمد انه شو شايف حروف. حتى لو هو صار في مدارس قالوا لنا انه هذا الحرف مو اخذينه بالمدرسه، قلنا له لا انه ما يعني حتى لو مو اخذه هو عم يسمعه اصلا. صحيح. بالبدايه فشفنا صور بدون كتابه، ونسال الطفل شو الصوت الاول والاخير، وبعدين نرجع نحكيهم بطريقه مبالغه اكثر لحتى بس يفهم الطفل كيف نطقه الصحيح. في هدف كمان انه يميز بين كلمتين هن بيشبهوا بعض بالصوت الاول او الاخير. كمان استعملنا سلايدات، شفنا صورتين والطفل عم يحكيهم ويشوف يميز بينه وبين نفسه انه بيشبهوا بعض او لا. الهدف كمان انه يميز
يميز النغمة الأخير أو الكلمات اللي بيشبهوا بعض بالنغمة. مثلا نعطي كلمة فرس ونعطيه ثلاث كلمات، وهو استخدمنا ورقة عمل، والطفل بيحط دائرة على الكلمة بيشبهوا بعض بالنغمة. نعم. هاي تقريبا. طبعا أستاذة دانيا، احنا شاكرين لك على وجودك معنا في صباح الشارقة في هذا المهرجان، وكل شكر لك على جهودكم، ويعني نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في هذه الورش الجميلة. شكرا. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، كل الشكر والتقدير مرة أخرى للأستاذة دانيا من خضراء، اختصاصية في تقويم النطق واللغة. ومن هنا مشاهدينا الكرام ننتقل إلى زميلنا إسماعيل المتواجد في ركن من أركان هذا المهرجان ليوافينا بأحدث الإصدارات أو في الورش المتواجدة. نروح لإسماعيل ونشوف شو عنده. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وما زلنا مستمرين معكم في تغطيتنا هنا بين أروقة مهرجان الشارقة القرائي للطفل في نسخته التاسعة الذي يختتم فعاليات اليوم. أكيد مشاهدينا دعوة مفتوحة للجميع لزيارة هذا المهرجان الأكثر من رائع. متواصلين معكم مشاهدينا في جولتنا، وحاليا موجودين عند دار نشر. اسم دار نشر بحد ذاته يعني جميل، ألف با تا تا نشرون من أكيد الأردن. رحب أكيد مشاهدينا ب الأستاذ مؤنس حطاب صاحب هذه الدار. صباح الخير وحياك الله معنا. أسعد الله صباحك. صباحك الخير وسعادة. يعني صراحة اسم الدار بحد ذاته جميل. نتكلم عن المشاركة اليوم في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، يعني هذه رقم كم من بين 9 سنوات؟ هذه المشاركة التاسعة، نحن مع المهرجان من السنة الأولى بمشاركة الألف باتا ناشرون. نتكلم يعني شوية عن الكتب اللي مشاركين فيها هذا العام. احنا دائما عندنا بكل سنة مجموعات جديدة من الكتب، وبنحرص تماما أن انطلاق هذه الكتب يكون من مهرجان الشارقة القرائي. هذه السنة عندنا مجموعة رائعة، سلسلة جديدة ومميزة اسمها فريق الأبطال، هي مكونة من 5 كتب. وبالمناسبة هذه الكتب دعمت من منحة الشارقة للترجمة اللي انطلقت عن طريق دعم الشيخ سلطان الله يطول عمره، وإحنا ممتنين حقيقة كناشرين لهذا الدعم الرائع، بالإضافة للمجموعات الجديدة المتمثلة بسلسلة أخرى من السلاسل اسمها كن مستعدا، وهي تتكون أيضا من 6 أجزاء. بالنسبة لهذه السلسلة كم سعرها تقريبا؟ كم سعر الكتاب؟ وإذا ما أخذها يعني الطفل بسلسلة كاملة هل في خصومات؟ لا شك هناك خصومات خاصة تتعلق بموضوع السلاسل. إحنا دائما كل مجموعة بنعطي عليها 1 مجانا من باب التشجيع حتى يستطيع الطفل اقتناء المجموعة الكاملة من هذه الكتب. كم سعر الكتاب الواحد؟ تقريبا 20 درهم. حلو حلو، يعني سعر مناسب وجميل أتوقع في متناول يد الأطفال. نستعرض يعني سويا أستاذ الكتب، بعض الكتب مثلا يعني كتاب من الكتب المميزة جدا، وإحنا كنا حريصين على ترشيحها لجائزة الملتقى العربي لنشر كتب الأطفال هذه السنة، كتاب متميز اسمه لا أسمح. لا أسمح. نعم. والكتاب يتحدث عن التحرش والإيذاء، كتاب لطيف توعوي جميل، يعني بيخاطب أنه هذا الموضوع يجب أن تكون لنا ثقافة خاصة وواضحة بخصوص هذا الموضوع. هذا واحد من الإصدارات اللي بالمناسبة هي من إصدار 2017، ومن الأشياء الجميلة جدا كتاب لطيف وطريف ومرح، يتكلم عن تميم يساعد ماما، يعني وهذا الكتاب يعني من الكتب اللي لاقت رواج واستحسان كبير جدا، لأن الطفل في طبيعته يجب أن يكون مبادرا ومساعدا لماما بالبيت. يعني صراحة عناوين تشد القارئ، كذلك شد انتباهي مو بس الكتب موجهة للأطفال حتى للكبار، شد انتباهي كذلك الكتاب عندما يصبح الخجل مشكلة. جميل يعني عملية التوع، أن اليوم نوعي الأمهات والآباء بكيفية التعامل مع أطفالهم، خصوصا يعني عند ملاحظة بوادر الخجل والابتعاد والانعزال من قبل أطفالهم يعني في عملية المشاركة. مجموعة كبيرة من الكتب صراحة، ما أعرف مشاهدينا شو أستعرض كذلك الغضب، جميل بعد يعني هذه القيم الجميلة اللي نعلمها للأطفال. نعم. يعني إذا في هناك تعليق بسيط جميل، إحنا لا نكتفي دائما بتقديم القصص للأطفال بشكل
مميز. يجب أن نعمل أيضا على تطوير وحدة ثقافة الأب والأم من ناحية التعامل مع كتب الأطفال. فكان هناك شغلات رائعة جدا، زي ما تفضلت كتاب عندما يصبح الخجل مشكلة، وعندما يصبح الخوف مشكلة، وكتاب آخر عندما يصبح العناد مشكلة. فهذه الكتب تعالج بطريقة خلينا نحكي كورشة عمل وليست طرق أكاديمي، لأننا عانينا من الفترة السابقة بشكل أن هناك نظريات ولكن بعيدة على أرض الواقع في التطبيق. فهذه الكتب عملنا على أنه نخليها قريبة، تستطيع أم بغض النظر عن ثقافتها وتعلمها تستطيع التعامل مع هذه الكتب بشكل جيد. أستاذ، يعني في كل عام يعني ما شاء الله 9 سنوات من المشاركة، هل في لجنة يعني في الدار تجتمعون سنويا لاختيار أو انتقاء الكتب اللي راح تشارك فيها السنة القادمة؟ لا شك، يعني احنا كل سنة بيكون عندنا برنامج معدل انتاجه من 10 إلى 16 كتاب، وهذه المجموعة تكون قد درست وقررت من مجموعة خاصة بالدار هي اللي تقرر سياسة النشر. أتمنى لكم التوفيق دائما أستاذ، وإن شاء الله نراكم السنة القادمة في نفس التوقيت وفي نفس المهرجان بإذن الله. أشكرك وأشكر قناتكم الرائعة اللي أتحتنا هذه الفرصة للتعبير عن مشاركتنا وإصداراتنا. حبيب أكيد مشاهدينا، يعني صراحة مجموعة قيمة من الكتب، أتمنى من الكل ينتقي مثل هذه الكتب التعليمية الهادفة. اليوم بس مشاهدينا موجهة للأطفال، صحيح هذا مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ولكن هو مهرجان يجمع العائلة سنويا في تظاهرة الكتاب والثقافة هنا في أكيد إمارة الثقافة والعلم. متواصلين معكم مشاهدينا، وأكيد راح نستمر بنقلاتنا هنا، ناخذ فاصل وبعدها نكمل نواصل، خليكم معنا.